في هذه الحلقة الجديدة من الجولة الاقتصادية التي نستعرض فيها أبرز القضايا على الساحة المحلية والعربية والدولية، نستهلها بأبرز العناوين. دعوة أوروبا للمقاطعة الكاملة لبضائع المستوطنات، وفلسطين تبحث التعاون الاقتصادي مع مصر، وارتفاع سعر الباطون مطلع آذار المقبل، واحذروا لحوم الدواجن الطازجة في إسرائيل ملوثة، وأخيراً ترخيص 20 مصنع خلال كانون الثاني الماضي. وفي ملفنا لهذا اليوم سنتحدث حول قرار وزارة الصحة خفض أسعار أكثر من 1000 صنف من الأدوية. وفي الجولة الاقتصادية أيضاً أسواق المال وأسعار السلع. وقبل أن نبدأ بنشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم، لنتابع بداية أسعار صرف العملات. أرحب بكم مشاهدينا من جديد، والآن ننتقل وإياكم لنتابع النشرة الاقتصادية. أطلع رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار بكدار محمد الشتية وزير خارجية أيسلندا على المستجدات السياسية والاقتصادية، ودعا أوروبا إلى استخدام وزنها الاقتصادي ومقاطعة منتجات المستوطنات وعدم الاكتفاء بوسمها في الأسواق الأوروبية. بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودي مع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفلسطين والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق تصدير السلع الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الجامعة العربية. أعلن اتحاد شركات مصنعي الباطون في محافظة رام الله والبيرة عن رفع سعر كوب الباطون الجاهز اعتبارا من مطلع شهر آذار المقبل، وجاء هذا القرار نتيجة الإعلان مسبقا عن ارتفاع أسعار الإسمنت والرمل إلى 20 شيكل غير شامل ضريبة القيمة المضافة. أظهرت دراسة إسرائيلية أن لحوم الدواجن في إسرائيل مصابة ببكتيريا معوية تشكل خطرا على الإنسان، وأشارت الدراسة إلى أن الدواجن الطازجة تشكل أغلبية استهلاك الدواجن، وحسب شبكات التسويق فإن 90% من مبيعات الدواجن هي طازجة. قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها رخصت 20 مصنعاً خلال كانون الثاني الماضي تركزت في محافظات نابلس وأريحة والأغوار بقيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و700 ألف دولار، ومن المتوقع أن توفر 325 فرصة عمل. إلى هنا انتهت نشرتنا الاقتصادية، وننتقل إلى ملف الحلقة. أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي محلي ومستورد اعتباراً من شباط الجاري، تماشياً مع تعليمات التسعير المقرة منذ عام 2009. للحديث عن هذا المحور وغيره من المحاور، أرحب بضيفي الناطق باسم وزارة الصحة السيد أسامة النجار. أهلا وسهلا فيك معنا سيد أسامة. أهلا وسهلا فيك، ويا رب إن شاء الله متقدمين دائماً. الله يسعدك. أول شيء سيد أسامة، قبل ما نحكي في موضوع تخفيض أسعار الأدوية، في عنا تقرير بسيط عن آراء الشارع الفلسطيني بخصوص هذا الموضوع، ورح نرجع نستكمل الحلقة إن شاء الله. طبعا بالنسبة للأدوية، يعني في أدوية طبعا إحنا يعني بتكون غالي شوية، نضطر إنه نجيبها من أسواق تانية يعني مستوردة، بنكون مثلا بنوصي عليها من برا، لكن في أدوية سعرها كويس، لكن في أدوية كمان غالي كثير، يعني مضطر أحيانا إنه ما نأخذ الدواء لأنها سعرها غالي. هلا طبعا بالنسبه لوزاره الصحه، المفروض انه يكون عندها برنامج انه تعمل اليه معينه لتخفيض اسعار هذه الادويه، بشكل انه الكل يعني كل فئات الشعب الفلسطيني يشتروا هذا الدواء. يعني كل طبعا يعتبر انجاز للمواطن، لانه الوضع الاقتصادي عندنا صعب جدا يعني، والادويه غاليه كثير، المواطن ما بيقدر يتحمل يعني عبء كبير على نفسه انه يشتري هذه الادويه من الصيدليات ومن المستشفيات خاصة، يعني بأسعار عالية جدا. أكيد هذا مهم، وأكيد لازم يكون أول إشي يعني من رأس عوام وزارة الصحة، هذا إشي مهم لأنه منه بيساعد المواطن، لأنه إحنا أوضاع الاقتصادية عنا مش كتير بهالبلد، وأقل ما فيها نتوقف على الأدوية، يعني إنه
فيش داعي انها تكون كثير عاليه، انها تكون على مستوى اقتصاد المواطن. الواقع يعني خطوه ايجابيه جدا، لانه المواطن في امس الحاجه الى العلاج، خاصه ابسط حقوق المواطن ان يتمتع بالعلاج. التعليم والطب هما يعني قاعدتان اساسيتان في بناء المجتمع الفلسطيني، لان يعني اذا صلح التعليم صلحت كل شرائح المجتمع، والطب هو عباره عن رعايه للمواطن والاهتمام بصحته. فاذا كان الانسان صحيحا جسديا يفكر وينتمي لوطنه ويكون ايجابيا ويفعل من المستحيل من اجل وطنه. يعني بدايه هذه خطوه جيده ويجب اتباع خطوات. الدواء هي ماده ضروريه لكل الشعب الفقير والغني، بالذات الفقراء اهم الناس، اللي اهم طبقه في المجتمع بحاجه لهذا الدواء. فيعني من الصعوبه بمكان ان الفقير ما يجيش دواء او ما يقدر يشتري دواء، وهذا الحكي بيضطر انه لازم يكون الحكومه تدعم اول شيء هذا الصنف بالذات، وعدم اعطاء المستورد لاصناف الدواء الربح الفاحش، انه بنفس الوقت انها تخفض من الاسعار، تعمل على التامينات، تخفض اسعار الادويه، وبنفس الوقت انه السعر تكون منتج يكون انه منيح. يعني ما نعمل احنا عم نخفض السعر مشان نخفض بالجوده. المطلوب زيادة الرعاية للمواطن والاهتمام وزيادة عدد الأطباء في بعض المراكز. هناك انتظارات كبيرة جدا عندما يكون الإنسان في أمس الحاجة للعلاج، يقف أكثر من 4 أو 5 ساعات دون العلاج. هناك أيضا العمليات، أجل العمليات إلى 3 شهور أو 4 شهور، حيث أن هذه الأمراض التي تكون يشكو منها المريض يمكن أن تؤدي بحياته قبل أن يخرج أو يدخل إلى عمليات جراحية. يعني يا سيد أسامة، مثل ما شاهدنا في تخفيض لأسعار الأدوية المحلية والمستوردة، إذا نحكي عن نسب تخفيض الأسعار المحلية مقارنة في المستورد. إن أولا نهتم بخصوص هذا الموضوع، يعتبر يمكن من أكبر الإنجازات لوزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة في عهد الدكتور جواد عواد، اللي هي تفعيل ما نسميه نحن بقانون بنظام التسعير الدواء. صحيح. وأحد المواد هي اللي بتعلق باللجنة التسعيرة، هذه اللجنة كانت تقريبا غير موجودة أو غير فعالة، وبالتالي العمل عليها بهذا الموضوع بتعرف في تناقضات كبيرة جدا فيه، وخاصة بين المصنعين وبين الموردين بصنعوا وطنيا واللي بيستوردوا من برا، وعندنا كمان الصيدليات اللي هو في النهاية اللي بدها تبيع السلعة وبدها تربح، وفي عندنا كمان اللي هي نقابة الصيادلة اللي طلع في هذا الموضوع، وزارة الاقتصاد لها علاقة بهذا الموضوع، وتأتي بعد ذلك وزارة الصحة اللي بتحمل العبء لأنه بتخف على المواطن أولا وأخيرا. فأجت في هذا الموضوع قضية النسب كانت يمكن من أصعب الأمور في دراستها مع كل هذه الجهات، لأنه هي جزء من هذه اللجنة، وبالتالي في تفعيلها كان بصعوبة جدا، أنه حدثت مشهدات فيها ونقاشات وحوارات طويلة جدا، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، أنه يجب أن يكون سعر الدواء في فلسطين كل سنة يدرس، وأن يكون سعره أقل بنسبة 15% على الحد الأدنى من أقرب دولة إلى فلسطين من دول الجوار. وأقرب دولة فلسطين فعليا نتعامل معها كتعامل معها هي إسرائيل. صحيح. يعني هذا الواقع الموجودين فيه احنا مفروض علينا. ولكن كان فترة من الفترات للعلم كثير من الأدوية اللي كثير استعمالها معرض المواطنين، السعر في جانبنا في بعض المناطق اللي خاض على السلطة الإسرائيلية أخفض بكثير من الدواء المصنع وطنيا، تصور يعني لوين الحد. فكان هذا خالق مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي كان هناك ضغط كبير جدا من وزارة الصحة، يجب أن ينخفض سعر الدواء في فلسطين بدرجة ملموسة، مش بصورة شكلية، بدرجة ملموسة، بحيث يشعر المواطن الفلسطيني أنه في إشي فعليا على الأرض صار. اشتغلنا على هذا الموضوع، اللجنة اشتغلت من قبل فترة، خفضنا 300 صنف، وكنت في لقاء عندكم أنا حتى على التلفزيون بخص هذا الموضوع، ومن ثم عملت اللجنة مرة ثانية وخفضت ما يقارب 200 صنف، والآن اشتغلت لفترة زمنية طويلة حتى اشتغلت على 1000 صنف بالضبط، بينما بين محلي مصنع محليا وبين مستورد. نسب التخفيض تتراوح ما بين 20 إلى 60% بين معظم الأدوية، وحقيقة الآن المواطن بلش يشعر الفرق الكبير جدا، المرضى المزمنين بالذات اللي سيستمر إلى ما كتب الله له من عمر أن يأخذ هذا الدواء، عم بلاحظ أنه في فرق كبير جدا، أنه دواء كان يشتريه ب70 شيكل الآن عم بيشتريه ب30 شيكل، وبالتالي صار يشعر بفرق كبير جدا، انه هذا الدواء اللي شهريا كان يكلفه 400 شيكل مجموعه الادويه الان عم بتكلفه 150 شيكل حتى مش 200 شيكل، فالان صار يشعر بنوع من الراحه.
وأنا بأكد كمان للمواطن الفلسطيني إنه هذا التخفيض أيضا سيشمل تخفيضات أخرى وفي أصناف أخرى من الأدوية في القريب العاجل، لأنه هذه اللجنة لن تتوقف عن العمل، هي لجنة وجدت لتبقى وتستمر بعملها. لجنة تخفيض أسعار وأصناف أخرى. وظيفتها هي إعادة دراسة الأسعار في كل فترة زمنية متعارف عليها بالفترات هذه، مقارنة بما يسمى بموعد صدور التسعير في الدول المجاورة، وهي أعتقد بداية شهر 2 يعني أو منتصف شهر 2 اللي هو الشهر اللي احنا فيه هذا، تكون هناك صدرت ما نسميه بالتسعير الجديد للأدوية ويكون الجميع متعامل معها وملتزم فيها. الجيد جدا أنه كان هناك يعني تجاوب كبير جدا من كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع، وبالتالي صدرنا 1000 دواء ويعتبر سعر المفعول من 1-2، يعني القرار صدر قبل بعد 1-2 ولكن هو يصبح سعر المفعول من 1-2. فرق التفتيش لوزارة الصحة الفلسطينية ولنقابة الصيادلة لم تغادر هذا المواقع. أنا يمكن قبل يومين حتى بالصدفة كنت ميلت على صيدلية بدي أشتري دواء، فسألت عن بعض الأدوية فقال لي نعم أنا خفضنا أسعارها، وطلعت على التسعير تبعتها التسعير مخفضة من 65 شيكل ل 30 شيكل أكثر من 50%. أنا كنت أعرف بعض الأصناف حافظهم، وبالتالي انخفضت فعليا هناك التزام فيها، وبلش المواطن الفلسطيني زي ما سمعنا كمان هلا يشعر بالفرق. يعني في فرق كبير واضح ما بين قبل 1-2 وبين واحد ما بين بعد 1-2 بالشهر هذا بالذات. صحيح، انت تفضلت وحكيت انه في عده اطراف اللي هم المصنعين واللي بيستوردوا كمان. نعم. والصيادله خليني احكي مواقف هذول الاطراف، يعني كان في ما في معيقات، كان ما كان في اي صعوبه في اقناعهم بنسب التخفيض هاي الموجوده؟ بالتاكيد في صعوبه، هيك صعوبه كبيره جدا دائما، يعني هذا كان يخضع لنقاشات وجدالات طويله، وليس القضية قضية لو قضية لحظية أو برنامج متفق عليه كان في جلسة واحدة، ما بيستمرش 8 شهور و9 شهور الدراسات. هذه الدراسات تأخذ دراسات السوق في عالميا وتأخذ دراسات السوق محليا، المصنعين بدي يعني يعطوا مبررات ليش بيبيعون علبة الأكامول ب10 شيكل وبتكلفهم أقل من شيكل. صحيح. يعني بدي يعطوا مبررات لكل هذا الأمر اللي عم بصير. المستورد بدي يقول لي ليش إن البنادول هذا اللي عم بيستورده من برا إنه عم بيبيعني ب12 شيكل، ليش مش بيستورده ب3 شيكل، ليش عم بيبيعني ب12 شيكل مثلا، فبدي برر هذا الأمر وينصل لهامش ربح معقول لدى المورد والمصنع ومقبول لدى وزارة الصحة الفلسطينية أن يباع للمواطن بهذا السعر. ووزارة الاقتصاد هي جزء من هذه العملية لأن هي التي تعطي التراخيص لهذه المستودعات وهذه المراكز كمؤسسات تجارية، وهي لديها رقابة على الأسعار أيضا من خلال منظمة من خلال حماية المستهلك لها ضلع بهذا الموضوع، ونقابة الصيادلة التي تسعر الدواء أيضا وتضع ختمها على تسعيرة الدواء هي ضلع رئيسي أيضا في هذا المضلع اللي فيه كل هذه الفئات. ولكن وزارة الصحة الفلسطينية عندها قسم الإدارة العامة للصيدلة، دائرة السياسات الدوائية، وعندنا دوائر الرقابة الدوائية، هذول كلهم دوائر أيضا منسجمة في وزارة الصحة مع هذا الجسم برئاسة معالي وزير الصحة، للرقابة على برئاسة معالي وزير الصحة شخصيا هو الذي يحضر هذه الاجتماعات ويتبع مع كل الجهات هذه للتأكد والوصول إلى قناعة أن هذا السعر الانخفاض فيه معقول ومقبول وأقل من الدول المجاورة بنسبة مقبولة إلنا، ونشعر أن المواطن راح يقبلها إله كمان، لأنه إحنا عندنا مثلا أسعار العطاءات نعرف قديش هم بنزلوا معنا بأسعار العطاءات. يعني أقول لك مثال، الأكامول بنباع في السوق ب10 شيكل، سعره عندنا في العطاء شيكل بنزلوا لوزارة الصحة، وبالتالي في إمكانية تخفيض للمواطن الفلسطيني واردة. إذا نستطيع أيضا أن نكون لدينا وسيلة ضغط منطقية وموثقة لدينا أن تكون فيها درجة إقناع عالية جدا مع المورد والمصنع، وبالتالي واتحاد الموردين واتحاد المصنعين في قناعة تامة، وبالتالي بخرج القرار بانسجام بين الجميع حتى يكون تطبيقه ملزم للجميع في داخل الصيدليات والمراقبين لعمل الصيدليات. إيه كمان كنا يعني أنا شخصيا كنت ألاحظ بأنه صنف معين يعني صنف واحد. نعم. بيختلف من صيدلية لتانية، بيختلف حتى بالأسعار، ممكن يعني هلأ بعد التسعير هاي يكون نفس الدواء نفس السعر في كل الصيدليات؟ طلع إذا كان اسم تجاري واحد الأصل أن يكون نفس السعر، ممكن يعني بنادول أكامول التركيبة واحد الباراسيتامول هذا معروف. صحيح. لكن هذا اسمه التجاري يعني يختلف عن اسمه التجاري، وكل واحد يدعي لديه ادعاءات بمدى الإفكتيفنس الفاعلية للدواء تبعه والكونسن تركيز المادة الفعالة فيه حكي كثير، ولكن في النهاية هو اشتراه كبراند كاسم تجاري بيحطوا له التسعير، نقابة الصيادلة معالجة التسعير هم بيختموا له بالسعر، فبتلقي فيه تفاوت، لكن لا يجوز أن يكون هناك تفاوت في السعر ما بين الاسم التجاري الواحد. يعني هذا الدواء أكامول من شركة تيفا الإسرائيلية وهو أكامول بصيدلية أخرى يجب أن يكون نفس السعر. هناك هامش من الخصم يمكن أن يعطى بين الصيدليات
سمحت به النقابة للحالات الميسرة، للحالات الناس إنسان فقراء زميله طبيب كذا، في حالات مسموح بها بإطار القانون أن يعطي نسبة خصم، ربما هذا يؤدي إلى التفاوت ولكن بنسبة معقولة ومقبولة ومسموحة لدى الجميع أن يكون فيها، لكن لا يعقل أن يكون الدواء عنده 51 شيكل والثاني يكون عنده 10 شيكل، هذا غير منطقي، فرق يعني كبير في غير منطقي وصعب. صحيح، احنا بنحكي عن 1000 صنف من الأدوية، وفي يعني رح يكون يعني خطط مستقبلية لتخفيض يعني أنواع أخرى. احنا عندنا 4000 صنف دواء بفلسطين، 4000 صنف. نعم. دوائي احنا خفضنا لحد الان 1000، يعني يمكن لا صار التخفيض واصل لحدود 1400 صنف تقريبا. كل هاي الاصناف هي بتعالج امراض مزمنه او خطيره ولا يعني منوعه ما بين مثلا المضادات الحيويه والامراض المزمنه والخطيره؟ لا بالتاكيد، يعني شكرا سؤالك فرح، طلع شغله مهمه جدا انه احنا بلشنا نشتغل على الادويه، كنا يعني بلشنا بالادويه الاكثر استخداما الاكثر استهلاكا للمواطن اللي كثير عليها طلب، حتى يشعروا اغلب الناس، ما بدينا فئه محدده اللي يشعر بالفرق، بدي كل مواطن فلسطيني خافضات الحراره، كل الشعب الفلسطيني بروح بيشتري لبيته، صحيح، بدي يشعر انه في فرق في السعر. اصبح مرضى السكري كلهم باخذوا الاميريل، باخذوا ادويه السكر الخافضه كلها بانواعها المختلفه باخذوها، وبالتالي يجب ان يشعر هذا المريض لانه عددهم كبير جدا يشعر بالفرق. الادويه الخافضه للكوليسترول كل ما يشعر بالفرق فيهن، وبالتالي ما تم العمل عليه بالاولويه الاولى هي الادويه الاكثر استخدام من المرضى المزمنين اللي اكثر من المواطنين يستخدمون، وبالتالي كان الخفض على هذه الادويه. المضادات الحيويه بانواعها المصنعه محليا والمستورده جميعها يعني دخلت في خفض الحراره. الادويه المستخدمه مثلا للمعده بانواعها المختلفه كل هذه المعروف عليها طلب، وبالتالي كانت خطوة أن تكون يعني من هي الأولويات، كانت خطوة من وزارة الصحة الفلسطينية أنه ما هي الأولويات العمل في قائمة الأدوية، لدينا الإدارة العامة للصيدلة ودائرة السياسات الدوائية وكل الدوائر في هذا الموضوع تضع لدينا الأولويات أنه بدنا نشتغل على هذا الصنف وهذا الصنف وهذا الصنف. والله هذا الصنف بيستخدموه في فلسطين 1000 مريض، ليس أولوية حقيقة، يعني هو صحيح. مهم ولكن ليس أولوية. صحيح. دواء السكر عندي الأميريل مثلا أولوية إني أخفضه لأنه بيستخدموه يمكن 500,000 فلسطيني بيستخدموه. صحيح. أدوية متعارفة بين الناس من المضادات الحيوية اللي بيستخدموها بشكل دائم، نعم يجب أن تخفض، لأنه موجودة في كل بيت فلسطيني، في كل بيت موجودة كاحتياطا موجودة عندنا في البيت، وبالتالي هذا يعني اشتغلنا عليه بهذا الإجراء ونجحنا أن يكون 1000 صنف من أهم 1000 صنف تستخدم في الشارع الفلسطيني. السبب الرئيسي وراء تفعيل لجنة التسعير، يعني إيش السبب الرئيسي؟ يعني إيش اللي خلاكم أنه تفعلوا اللجنة وتخفضوا الأسعار؟ بصراحة السبب الرئيسي اللي خلانا هو المشاكل اللي كانت تطرأ بين الحين والآخر مع الموردين والمصنعين. كان لدينا مشاكل متواصلة معهم، مع وزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بقضايا الأدوية وتوريد الأدوية لوزارة الصحة وقضية العطاءات وكل هذه الأمور، خلقت لدينا هاجس أنه يجب هذا الموضوع أن يدرس ويفعل، لأن أسعار الأدوية أصبحت وصلت إلى درجة لا تطاق، وأصبح الشارع يتحدث بها أيضا أنه والله أنا بنزل على القدس الشرقية عاصمة فلسطين، بنزل على بشتري الدواء من أي صيدلية هناك وصناعة أوروبية أو إسرائيلية أو غيره بنصف السعر الموجود في أراضي السلطة الفلسطينية، وهذا شيء غير معقول وغير مقبول. عندما تم مراجعة هذه اللوائح لدينا وجدنا أنه لم نملك الحق نحن كوزارة الصحة أن نفعلها، لأنه ما حد كان مطلع عليها نايمة، أن نفعلها وأن نتشدد في موضوعها وأن نلزم الجميع بأن يكون السعر بهذه الطريقة. السعر لا يجب أن يكون سقف السماء، مفتوح للجميع، يعني الشركة بتجيب بتبيع زي ما بدها، والمصنع بصنع وبيبيع السعر اللي بده إياه، والمواطن في النهاية هو اللي جيبته بتنخزق وبضل يدفع، والمريض بالذات مش أي مواطن، كمان مواطن اللي بيحتاج لهذا الدواء، وهذا أمر مرفوض كليا كان من وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي كان تشدد واضح جدا من طرف معالي وزير الصحة دكتور جواد عواد وطاقم الوزارة أنه هذا الموضوع موضوع حيوي جدا لوزارة الصحة الفلسطينية، وقلت لك أنه حدثت فيه مشادات عنيفة وخلافات كبيرة جدا ووصلت إلى حدود يمكن ما بتوقعها البعض في الاجتماعات وخرجت خارج الاجتماعات، ولكن كان قرار داخلي في وزارة الصحة الفلسطينية هذا الموضوع يجب أن يطبق، لأنه نحن نتحدث عن صحة الشعب الفلسطيني، ما بتحدث عن صحة مواطن واحد ولا عن فئة محددة، بتحدث عن صحة الشعب الفلسطيني بأكمله، وواجبي أن أخفض الدواء على الأقل كمساهمة بسيطة من الكل في الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في ظل وضع اقتصادي يعني في كل شيء فيه يرتفع ما عدا صحة الإنسان تنخفض. صحيح. سيد أسامة، آلية حساب أسعار الأدوية المحلية والمستوردة؟ يعني لا يوجد أي معادلة واضحة، ولكن أعتقد أنه المتعارف عليه أنه في تسعيرة الأدوية هناك محددات كثيرة جدا، منها اللي هو سعر الشراء والخدمات المرافقة له من تخليص جمركي وضرائب،
لديك قضية العمالة على هذا الموضوع تضاف عليه، ثم تضع نسبة أرباح، تضاف نسبة أرباح عليه. المتعارف عليه أن تكون نسبة الأرباح لا تتعدى 15%، هذا المنطقي والمعقول. لكن لا أخفيك أن أقول لك أنه وجدنا أن هناك مشكلة مع بعض الشركات، أنه بعض الشركات لديها جشع جشع كبير جدا، تصل نسبة الأرباح في بعض الأدوية إلى 1000% و500%. وجدنا هذا فعليا كان موجود، واللي بيلاحظ على نسب الخفض السابقة قبل هذا النسب والنسب الحالية، نعم هناك نسبة عالية. يعني واحد يقول لك طب الله ايش معنى يعني قبل 1-2 كانت علبة هذا الدواء ب 75 شيك 65 شيكل ليبيدكس مثلا، والآن يباع ب 35، 50% خصم. طب شو اللي جد عليك يعني نفس هو موجود صحيح. عندي بالصيدلية، شو اللي جد عليها؟ صحيح. إذا كان في هنا خلل، وزارة الصحة عملت على تصويبه، واعتقد الآن انه وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة الفلسطينية بدوائر الصيدلة المختلفة، اتحاد الموردين، اتحاد المصنعين، اعتقد يعني الجهات الرئيسيه، نقابه الصيادله، هذه وحمايه المستهلك، هذه الجهات الان كلها بدات تدرك انه هناك رقابه على سعره الدواء، هناك رقابه على نسبه الربح كمان. احنا ما بنحب حدا يخسر، بنحب العلاقه تظلنا بيننا وبينهم وين تو وين، يعني هو ربحان واحنا كسبانين، انه سعر انخفض وهو يربح معنا. طالب هو تاجر في النهايه، من حقه ان يربح لانه عنده تشغيل وعنده قصص، من حقه هذا الامر، لكن ليس من حقه ان يعني ان يكون جشع في صحه المواطن الفلسطيني. لا يجوز باي صوره من الصور هذا التعامل. يعني احنا بنامل انه يكون ايضا في تخفيض مثل ما ذكرت حضرتك لكمان يعني اصناف اخرى من الادويه، يعني حفاظا على صحه المواطن الفلسطيني. صحيح. على الاقل الادويه اللي هي مثل ما حكيت اللي لها اولويه. بشكر ضيف الناطق باسم وزاره الصحه السيد اسامه النجار على تواجدك معنا في الاستوديو. لنتابع مشاهدينا تطورات اسواق المال محليا وعربيا ودوليا. إلى زاوية السلع والمعادن والوقود لنتابع سوية آخر الأسعار. الأعمال التجارية يعرف الإيراد على أنه الدخل الذي تستحقه الشركات من الأعمال التجارية التي تقوم بها كبيع منتج، فما المقصود بالعائد؟ لنتابع التقرير التالي.
تحصل بعض الشركات على الإيرادات من الفوائد أو من فائض الرسوم الصناعية أو رسوم أخرى، وقد تكون الإيرادات أرباحا متحققة من الأعمال التجارية المختلفة بشكل عام، أو قد تشير إلى المبالغ المالية الواردة للشركة خلال فترة من الزمن. يقال حققت الشركة العام الماضي إيرادات تقدر مثلا ب 42 مليون دولار أرباحا أو صافي الدخل، يعني ذلك إجمالي إيرادات من دون إجمالي التكاليف والنفقات في فترة معينة. أما بالنسبة إلى المنظمات الغير ربحية يشار للدخل السنوي بالإيرادات الإجمالية، وتشمل هذه الإيرادات المنح والتبرعات التي تحصل عليها من الأفراد والشركات ودعم الوكالات الحكومية والعوائد الناتجة عن الأنشطة التي تنفذها ضمن رسالة المؤسسة. أما في زاوية هل تعلم ماذا لدينا من معلومات لنتابع. هل تعلم أن 137,800 عامل في فلسطين يتقاضون أقل من 1450 شيكل حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؟ هل تعلم أن أرباح البنوك في فلسطين تتراجع بنحو 10 ملايين دولار مع نهاية عام 2015؟ هل تعلم أن أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية لعام 2015 بلغت 83 مليون دينار؟ كانت هذه كل ما لدينا من معلومات في هل تعلم، وننتقل وإياكم إلى زاوية كاريكاتير اقتصادي. إلى هنا انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدين لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. مني أنا فرح الزحلق ومن طاقم العمل أطيب الأوقات، وشكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.